لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طاب مساءكم، رمضان كريم. نترقب بعد لحظات مباراة المولودية الوجدية والنادي القنيطري عن الدور دور السدس عشر نهائي كأس العرش، الكأس الغالية اليوم بين اثنين من رموز كرة القدم الوطنية، اثنين من أعرق النوادي الوطنية، المولودية الوجدية بتاريخه العريق والنادي القنيطري الذي نحن لمبارياته واشتقنا كثيرا لمبارياته. منطقة الجزاء بالماري، حاول يمر، كرة في منطقة الجزاء وتألق الحارس بوبكار سيديكي كامارا. سيديكي من النوادي، كرة تلعب في منطقة الجزاء والتدخل من زيد العفصة، إبعاد الكرة من زيد، صادر قوتو في الجهة اليسرى وعنده مجموعة من اللاعبين الممتازين جدا، الكرة تسدد وتدخل الحارس زيد العفصة. إمكانية للمولودية، المولودية يحاول أن يبحث عن الحلول في دفاعات النادي القنيطري لحدود الساعة. أبرز فرصة أتيحت له من خلال بريجا، بريجا يلعبها في منطقة الجزاء بالرأس مرة أخرى، غاب التركيز من حبيب الله دحماني. ثاني كرة ثابتة لفريق المولودية الوجدية مع قليل من التركيز، لكن الوضع مخ لونجاجمون كبير وكبير بزاف. كرة من جديد للنادي القنيطري تسدد، لكن في يد الحارس المولودية الذي يبحث عن ذاته دائما في هذه المباراة. كرة تسدد وتضيع الفرصة لفريق المولودية الوجدية. التسديد وقرار التسديد من أمين، أصعب المواقف هذا شعيب فيدي. كرة للأمام، إمكاني من سوان، سوان سوان يا سوان سوان يا أمين، يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. تمريرة وتمريرة أقصى بها دفاع الكاك ليتمكن من بلوغ الهدف من سوان، في توب المدافع، في توب المهاجم، الهدف من سوان يغيب الهدف ويظهر أمين في توب المنقذ في حدود الدقيقة 27 من المباراة. تصبح النتيجة السادسة 1-0 في الملعب. التحول للكاك، للكاك، للكاك يا سادة، للكاك يا سادة، إنه زمن النادي القنيطري. الكاك يحيى ماله في هذه المباراة بهدف ويهدف، بهدف ويهدف للمشاهد عمر ديار المالي ولكل مشاهد نصيب. النادي القنيطري يسجل هدف تعادل في حدود الدقيقة 32 من هذه المباراة. تصبح النتيجة 1-1 وتلتهب المدرجات، مدرجات جماهير. توفيق جروتان، كرة من ديارا، ديارا، ديارا يسدد الكرة بعيدا عن مرمى الحارس زيد العفصة. جرأة كبيرة سوان للأمام، نقل الكرة للأمام، 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 وفي النهاية تدخل للحارس بوبكار سيديكي كامارا. كرة قنيطرية، قنيطرية، بريجا، 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 الإمكانية للتسديد، يسدد وكان الاستعراض في الأولى والتسديد في الثانية والتدخل من دفاع فريق النادي القنيطري. هجمة وهجمة للمسة جديد على رودريغ، البحث عن رودريغ، كرة تسدد تتحول من دفاع النادي القنيطري. عنصر حاسم في هذه المباراة، كرة بالراس، إجروتان المتابعة في القائمة الثانية من دفاع المولودية الوجدية بعد الكرة في التماس، يشعلها إجروتان في الشباك الخارجية. توفيق إجروتان، توفيق يسدد كرة من الطرف الأيمن في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع المولودية الوجدية والكرة للأمام من إجروتان. إجروتان، أوه، إجروتان أمام المرمى، يسدد في يد الحارس زياد العفصة، تضيع الفرصة بقدرته على قلب موازين هذه المباراة. كرة للأمام للمولودية الوجدية في منطقة الجزاء، يبعد الخطر حبيب الله، حبيب الله يلعبها، 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 والتدخل من جديد من عند رودريغ، إجروتان عند رودريغ، والتدخل من دفاع المولودية الوجدية. دفاع المولع دعما للفريق في هذه المباراة. صعب هذه الكرة على دفاع النادي القنيطري، كانت إمكانية للمولودية الوجدية لكي يصنع هدف. بالمهار يمر من الطرف الأيسر، تلعب الكرة للحارس الوجدية، نقل الكرة في منطقة الجزاء والتدخل للمولودية.
فايدي 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 يا فايدي. هو أنوار يسجل الثاني في هذه المباراة، أنوار يسجل الثاني للمولودية، مولودية مولودية مولودية، والثاني في هذه المباراة 2-1 في حدود والأنظار تتجه إلى حكم المباراة الذي سيتابع ما حصل بالضبط في الكرة ويقول بعد العودة للفار يلغى هدف المولودية الوجدية، يلغى هدف المولودية الوجدية بداعي أنه كان هناك كرة في منطقة الجزاء. والراية مرفوعة، ربما الراية مرفوعة من طرف، يقول بعد العودة للفار سنتأكد وسنعود لكم وسنصدر بالتالي النتيجة هدف لهدف بعدما سعانا بسلطة الفار. اليونجاي كرة تسدد وتصدي الحارس زياد العفصة، يتصدى زياد لكرة أولى للنادي القنيطري، يتصدى كرة تسدد والهدف 1-0 للمساو. أنس الودار يرجح كفة المولودية في التسديد، كرة تسدد والهدف، سدد بشكل ممتاز أشرف العظمة والنتيجة هدف لهدف. كاسباوي وبوبكار والهدف للمسيو، رغم محاولات بوبكار كان قريب نادي القنيطري، كرة تسدد والهدف. توفيق جروتان التكافؤ من جديد في المباراة في الضربة الترجيحية 2-2 فتسديد، كرة تسدد ويضيع، يضيع المولودية الوجدية التوازن بين الكاك والمسيو في التسديد والهدف بشكل رائع جدا. داتي سانتوس يسجل الهدف، بوبكار سوان في التسديد وتصدي بوبكار، بوبكار بوبكري في التسديد الخضري والتصدي من زياد، زياد يتصدى يتصدى ويحرم النادي القنيطري من حسم عبور بوبكار. انوار بوبكار والهدف للمسيو، الهدف للمسيو لتمتد المباراة. أوجدو في التسديد والهدف، الهدف للنادي القنيطري والضغط يتحول لأقدام لاعبي المولودية الوجدية. فيدي سدد ويسجل، نفذها بشكل ممتاز جدا، نفذها بشكل ممتاز شعيب فيدي، وديوان من أجل هدف، ديوان من أجل هدف يضيع، يضيع والمولودية، المولودية لو سجل يتآل، المولودية لو سجل يتآل الدور، كرة تسدد والهدف، والتآل للمولودية الوجدية للدورة الثمانية من منافسات كأس العرش. هنيئا للمولودية الوجدية، هارد لاك.